السلام عليكم، خلينا دلوقتي نرسم ستير. انا بقول له ارسم ستير، فهو بيبدأ يحسب المسافة بين الليفل اللي انا فيه والليفل اللي بعديه، بين البيست ليفل والتوب ليفل، وبيبدأ يشوف الدرجة بتاعت ارتفاعها كام، فبيحسب احنا عندنا كام درجة في الدور دوت. فهو دلوقتي بيقول 22، هتفعل برقم 22، فهاجي هنا ارسم مثلا 11، وبعد كده البسطة بتاعتي، وبعد كده هكمل 11 درجة كمان. تمام، وحتى لو كملت هو يقف عند 22 دول، لان انت خلاص وصلت للدور، يعني وصلت للنهاية. هتعمل ايه؟ زي العسكري الريفيرو والحرامي سبقه، انت هدفك ان انت توصل للدور مش ان انت تعمل سلم كتيرة. طيب بعد كده، بعد ما عملت الدور دوت، لو انا عايز اكرره في الادوار اللي بعد كده، فبقول له مالتي ستور ستيرز كونكت ليفلز، فبيقول لي اختار الليفلات اللي انت عايزها، اختار الفيو اللي انت هتبدا تختار منه الليفلات ديت. فانا اختار اليفيشن، تمام، النورث مثلا، وبعد كده هبدأ اختار الادوار ديت، تمام، واقول له موافق. هو بيبدأ يكرر لي سلم في الادوار ديت. طيب انا دلوقتي لو انا في اي وقت غيرت دور من الادوار كده السلم هتبوظ؟ لا، تعال نجرب، خلينا ننقص نص متر مرة واحدة، ايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجة خالص، هو زي ما انت شايف السلالم كملت. لا، هيبدأ بقى يحسب لو الدور ده هيبقى محتاج كام سلمة، بدل 22 مثلا هيحتاج 20، فيبدأ يرسمهم لي. هتحتاج بس لو انت شغال في الفلور، هتخلي الفلور يقف لحد هنا، تمام، يعني هو نقص بعض السلالم بحيث ان الشغل يبدأ مكمل. طيب خلينا دلوقتي اقول له ايه، خش لي في السري دي. لو انا لغيت الريلينج دوت مثلا، تمام، لو انا لغيت الريلينج بالشكل دوت وعايز ابدا اعمله من الالو جديد، فاروح لارتكشر والاقي الريلينج واقول له بليس اون ستير اند رامب، واروح مختار الستير كله مره واحده، فهيبدا يكرر لي الستير بالشكل دوت. تمام، طيب في طريقه تانية للموضوع، ان انا احط الريلينج على الستير. في طريقه تانية، اعمل ديليت وخلينا ندخل هنا في الليفل بتاعي، وابدا انا ارسمه مانوال، وبعد كده اقول له حط لي الريل ده على السلم دوت، وبختم نوفق الريلينج مع السير. هاجي هنا في الريلينج اقول له سكتش عادي، انا ابدا عايز ارسم سكتش، ابدا اقول له ارسم لي ستير من هنا، ارسم لي الريلينج من هنا لهنا ومن هنا لهنا، خلينا نقول له تشين. شنو على اساس يكمل ما يفضلش يقف؟ تمام، طيب انا كده خلصت، اقول له موافق، موافقون موافقون. تمام، خلينا ندخل في 3 دي، هنلاقي ان الريلينج محطوط على الارض، تمام، محتاج ان حد يشيله ويحطه على السلم. فانا اعلم على الريلينج واقول له بيك نيو هوست، ويبدا هو يحط زي ما انت شايف على السلم بالشكل دوت. تقدر في اي وقت تتعلم على الريلينج دوت من بروبرتيز، تغير النوع بتاعه لاي نوع انت عايزه.